بص يا كابتن، التكتيك وكرة القدم مش بالحماس والزعيق بس. كرة القدم والتكتيك انك توقف اللعيبة صح، انك تحط اللعيب في كل واحد في مكانه تمام، انك انت تفكر وانت بتلعب الاهلي غير وانت بتلعب انبي غير وانت بتلعب الاسماعيلي غير وانت بتلعب الفرق دي. بعد اذنك انا عايز اقول لك حاجه في الناحيه دي. في حاجات في الملعب دي بتاعت لعيبه، يعني المدير الفني مش هيقول له اتحرك مع ده واعمل ده. في اساسيات في الكوره المفروض اللعيب يعرفها يعني من غير ما المدير الفني يقولها له. يعني قبل اقطع كلامك يا ايمن، الكوره اللي هي الجون الثالث اللي عادل كان بيتكلم فيها دلوقتي، بيلعب عطوه ومحمود رزق وكريم يحيى، مظبوط 3-2، مظبوط. عطوه بينط مع يحيى، ساب مع زميل، ساب شريف ورايح يخبط في فضه، يعني دخل في منطقه المفروض ما يخشش. مين اللي قال ان دي مش بتاعه مدرب؟ لا يا كابتن عادل، لحظه بس، لحظه انا اقول لك ليه، اقول لك وجهه نظري ليه، اقول لك وجهه نظري ليه. ده حماس زياده، عمالين يخبطوا بعض طول الماتش. عارف ليه؟ لان حياتهم كلها حماس، حياتهم كلها زعيق، حياتهم كلها ادخل خش شوت اضرب اطلع نط. كره القدم مش كده، انا بكلمك بجد. هو الموضوع انك انت اللي اللي جوه المدرب واقف من بره بينعكس على اللعيبه جوه الملعب. انت بتتكلم في لعيبه الاتحاد، يعني حسام عاشور في الطلعه اللي طلعها دي مع اللعيب الاخر، بطلق دي ممكن تحصل مره، لكن دي بقول لك حماس لعب زياده.